حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 82 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و87 سنتا، كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 82 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و82 سنتا. هذا وانخفضت أسعار النفط وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم المستمر، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. قال خبراء اقتصاديون إن الهدر المالي في المؤسسات الحكومية في العراق يتجاوز 40 مليار دولار سنوياً، وأشار الخبراء إلى أن قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في الموازنة للدولة، لافتين إلى أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل، بعيداً عن الهدر المالي الحاصل حالياً في مؤسساته الحكومية. كشفت مؤشرات حديثة لوضع الطاقة في سوريا والعراق ولبنان عن تراجع قياسي في إنتاج الكهرباء، ما دفع فئات كبيرة من السكان للاعتماد على مولدات الطاقة البديلة، ولطالما شهد التيار الكهربائي الحكومي في هذه الدول انقطاعات مبرمجة تصل إلى 20 ساعة في اليوم. العراق ينتج 19 ألف ميجاوات فقط من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج فعلياً إلى 30 ألف ميجاوات. أكد باحثون أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل شحنات النفط الخام ويهدد أمن الطاقة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كالصين وكوريا الجنوبية واليابان، وذلك مع تعرض العديد من أكبر موانئ العالم للفيضانات. وحذر مركز مخاطر المياه الصيني في تقرير له من أن ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار الناجم عن زيادة درجات الحرارة يمكن أن يسبب ارتفاعاً لعدة أمتار لا يمكن إيقافه، وهو ما سيؤدي إلى إغراق موانئ النفط الرئيسة وتعطيل تجارة النفط العالمية، وسيغمر أيضاً المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية. أفاد تقرير أصدرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن نصف أراضي المراعي الطبيعية في العالم تضررت بسبب الاستغلال المفرط وتأثير تغير المناخ، مما يعرض الإمدادات الغذائية وسبل العيش للخطر. وحذر التقرير من أن سدس الإمدادات الغذائية في العالم عرضة للخطر بسبب تدهور المراعي، وذكر التقرير أن النمو السكاني والتوسع الحضري وارتفاع الطلب على الغذاء شجع الرعاة على تربية الحيوانات بعدد أكبر من قدرة الأرض على إطعامها، ما سبب تراجع خصوبة التربة وتفاقم حالات الجفاف. لأن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.